عاجلي ما معي وقت. جاي اتفاهم معك على موضوع خيي. اي موضوع؟ الشي اللي عمله. ما في شي يحرز. ليه بعدك واقفة؟ خيك سرق مبلغ من الشركة وراح يتقصص، خلص الموضوع. شو ناوي تعمل؟ عادي. راح تحبسوه؟ انت شو بتقولي؟ ما في مجال نتفاهم؟ نتفاهم؟ انت وانا على مشكلة بتخص خيك؟ انت اللي انسرقت. اعترافه هون قصاص وناطره، خلصت مشكلتي انا. خيي هيدي مشكلته. إذا جرب البوليس يسأل عنه ببيتنا، أم المريضة بتموت. فإذا أنت كمان عندك مشكلة. أنت وخيك عندكم مشكلة. أنا لا. اللي سرقوا خيك مش مصاري وبس. سرق سنتين من عمري، أنا وعم راهن إن لقيت شخص بقدر أوثق فيه. فيكي ترجعي لي سنتين من عمري؟ شو طالب مني؟ اللي سرقوا خيك. 18,000 دولار؟ ما بيحرزوا. شو؟ زيت الثقة، زيت المعاش، زيت الوظيفة مع واجب الطاعة والاحترام. ما بينطلبوا من خيك لأنه سرقني. بينطلبوا منك لأنك حابة تعوض علينا اللي سرقوا خيك. بدك توظفني مطرحه؟ أنا ما بدي شيء. حضرتك عم تعرضي. اترك وظيفة تعبت لها 5 سنين. خيب أمل شركة هي اللي عملتني وعلمتني كل شيء. ما حرام؟ مع السلامة. تأخرتي على شغلك وعطلتيني كفاية. زيت المعاش مخصوم منه 250 دولار بالشهر، بيطلعوا 18,000 على 6 سنين. بعدين بنتفاهم على الفوائد. قصت لك ياهن من معاشي مطرح ما انا. مين سألان عن المبلغ؟ قلتلك سنتين من عمري ما حدا غيرك فيه يردن. معاشي 700 دولار صاروا 500. خلصتي خيك من الحبس وامك من الموت. من 700 ل 250 على 6 سنين؟ ما عدا الفوايد. الو انطوان. تينا شو عملتي؟ طمن بالك ما رح توصل تتخبى. رجع لك الورقة؟ ما رح يستعملها. ما قدرتي تاخديها منه؟ فكرتك شاطرة، تركتيني تحت رحمته. المهم ما رح يستعمل الورقة. وبضل مرعوب منه؟ قلت لك طمن بالك. والمصريات؟ رح يخصمهم من المعاش. قبل ارجع على شغل؟ طلب مني اترك وظيفتي نقول لعنده فيخصمن من معاشي انا. افتكرتك عم تساعديني. طلعتي اخذي مني وظيفتي؟ قد ما يكون فرق معاشك بيحرز تكفيني هيك؟ بتتنكري للشركه اللي حملت همي من قبل ما تترك المعهد؟ انا مصدوم فيكي صدقيني، بس يا عيب الشوم. يا عيب الشوم. بيهون عليك بيك يتبهدل.
بهون عليك ما اقدر اعزم اهم شخصيه رح اتعامل معها على مطعم محترم. شو بيطلعوا 100 دولار تفضلتيهم عم شريع بيك؟ لسوء الاذى يا بنتي. شو اللي خلاك تضربي عينك على وظيفه زي الضحايا بينغشوا بمنظر الصياد، بدل ما يهربوا بيتعاون. وينك هلأ يا عزيز؟ شو؟ رايحة على شغلي؟ شو بدك؟ شو بعمل بهالوقت؟ بتفتش على شغل، ولما بتلاقي وظيفة بتحافظ عليها. تينا رح تستلم وظيفة خيا، ساعدوها تتعود على شغلها. إن شاء الله جونا يعجبك. ميرسي. تينا. تعليماتي بتقول انت لازم تشرحي لزميلتنا الجديدة عن حقوقها وواجباتها. ما عم بفهم شو صار بغيابي. شو حبيبي؟ لوين رايح؟ ندور على شغل. تينا شاطرة، بكره هي بتلاقي لك وظيفة. خليك عنيتك يا امي، ما حدا لحدا. مع مين اتفقتي؟ مسيو أنتوان أو مسيو فيراس؟ مسيو فيراس. كيف لقيتي؟ ما دوخيك؟ فيك تقولي أناني. شخصيته بتقنع ما هيك؟ ما عم بحكي عن شخصيته، أناني بشروط الوظيفة. هو قنعك تاخدي مطرح خيك؟ افهم هالبنت شو عم تعمل مطرح خيا؟ كلن يومين شو صار بخيابي؟ ما ضروري تعذبي حالك وتفهمي. غادي كان محبوب من الكل، الموظفين ما رح يتقوى. انت بس مش طايقتيها. صاحب الشركة عفيف صالح كأنه غريب عن الكل. لأنه غريب عن الكل، ما بقرب صوب حدا وبيموت رعبة من مسيو فيراس ومن سكرتيرته سهى. لوين فكرك توصلي؟ فهمك إنه ذاكرتي قوية وما بنسى. أنا كمان ما بنسى. بعد إذنكم. برا! مش وقتك هلا. إذا في عندك شيء مهم فيك تاخد موعد. صار لي 10 أيام عم جرب. شوف كيف؟ خليك عم تجرب. فهمت؟ وين كنا؟ اليوم تتغدى هون؟ في 3 مطاعم بهالشارع كلهم مناح ورخاص. سهى صار لزعمين بالشركة؟ هي ومسيو أطوان كانوا يشتغلوا بالشركة قبل ما مسيو فيراس يستلم الإدارة. ومين كان في قبل؟ بدا سؤال صاحب الشركة عفيف صالح. الموظف الجديد تينا منعم، فهمت منك لازم نخصم لها 250 دولار بالشهر، وحضرتك ماضي على المعاش كامل، سمحتها؟ مفروض هي تاخد المبادرة وتدفع اللي عليها.